وهيكون معانا الأستاذ محمد الصايم مدير تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم التعليم، لأن طبعا يعني موضوع التعليم زي ما قلت هو من الموضوعات المهمة جدا على رأس أولويات الدولة. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم. طيب النهارده كان في كان في قرارات فيما يتعلق بمواعيد عقد الامتحانات لكافه الصفوف سواء النقل او الثانويه العامه والدبلومات الفنيه، حدثنا اكتر يا فندم عن هذا التطور. هو كان في اشكاليه هنا في اللي اتغير امتحانات الثانويه العامه كما هي، اللي اتغير هو امتحانات الدبلومات الفنيه. الدبلومات الفنيه فقط اللي مواعيدها اتغيرت. الثانوية العامة زي ما هي، وصفوف النقل فيها يعني شوية حاجات بسيطة يعني. الدبلومات الفنية يوم 27 كانت في مذكرة متقدمة من قطاع الدبلومات الفنية بتبكير الامتحانات الدبلومات الفنية علشان التنسيق. التنسيق دايما بتاعهم بيتاخر عشان النتائج بتاعتهم بتتاخر، وبعد كده كمان عمليه القبول بالجامعات بتتاخر، فهم بالتقديم ده حلوا المشكله يعني. نعم. الثانويه العامه زي ما اعلن الوزير والجدول والاسئله مقاليه وبتاع كما هي 10 يونيو 2022. امتحانات الشهاده الاعداديه والنقل يوم السبت، هتبدا يوم السبت النقل للثانويه العامه. هتبدا يوم السبت 6 مايو. هي بس على كان هنا في المقصود هنا المقصود هنا تظبيط عمليه امتحانات الثانويه العامه بناء على خطاب رسمي من الدبلومات من قطاع الدبلومات الفنيه للوزير الدكتور رضا حجازي. نعم. طيب احنا بس يعني السؤال الاخير لحضرتك، يعني دايما بيتردد شكل الامتحانات هتبقى عامله ازاي، عايزين نتكلم الساده المشاهدين سواء فيما يتعلق بامتحانات النقل او الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه. هي امتحانات الثانويه العامه هو الوزير اعلن عن شكل امتحانات الثانويه العامه، فيها جزء مقالي وجزء امتحان على الاجهزه اللوحيه. طيب هنا كان في المشكله، هو اعلن الجدول وفي المؤتمر الصحفي كان في هنا الاشكاليه، الامتحان المقالي هيحصل ازاي، درجاته ازاي، وضح الصوره ان هو 25% من الماده. نعم. الاسئله المقاليه هنا هيتم التصحيح ازاي، الاسئله المقاليه بقى الاسئله المقاليه هيتم التصحيح بتاعها من خلال اثنين من المصححين على جهاز لوحي. نعم. يعني هتكون بخط ايد الطالب، طالب الثانويه العامه، ويتم التصحيح على جهاز اجهزه لوحيه من خلال اثنين مقدرين درجات ومصححين ومراجعه ال الأسئلة. تمام يا فندم، تمام، وضحت الفكرة، شكرا جزيلا الأستاذ محمد الصايم مدير تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم التعليم، أشكرك يا فندم جزيل الشكر.